اهلا بكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده. النهارده هنجاوب على سؤال: كيف اخفف من اثار حقن الحديد بالعضل؟ ولكن قبل البدايه لا تنسوا دعم القناه باللايك والسبسكرايب. اهلا بكم. والسؤال هو: ياخذ ابني ابر حديد في العضل لعلاج نقص الحديد لديه، وبعد الحقنه يصبح مكانها متورم وتؤلمه والجلد يصبح لونه احمر، فكيف اخفف من اثار حقن الحديد بالعضل؟ والاجابه هي ان الاثار الجانبيه لحقن العضل تزول مع الوقت من تلقاء نفسها، ويمكنني ان اقدم لك مجموعه من النصائح التي تساعد في التخفيف من التورم والالم والاحمرار، وهي كالتالي: اولا، استخدامي كمادات المياه الدافئه والبارده على ان يتم الفصل بينهما ساعتين على الاقل، حيث تساعد كمادات الماء الدافئه على التقليل من التورم الناتج عن الابره، بينما تساعد الكمادات البارده على التخفيف من الالم. ثانيا، استخدمي مسكنات الالم التي لا تحتاج لوصفه طبيه، حيث يمكنك اعطاء طفلك مسكنات الالم التي لا تحتاج لوصفه طبيه كالبارستيمول او الايبوبروفين، وانصحك باستشاره الطبيب عن امكانيه اخذ هذه الحقن عبر الوريد. وفي نهايه حلقتنا نتمنى لك دوام الصحه والعافيه، ولا تنسي الاشتراك بالقناه والاعجاب بالحلقه وترك رايك في التعليقات.